إذا مشيح على الشغل، أهلا وسهلا بكم في فتح مباشر هنا من قطاع غزة. أكيد الشغل العنوان فالحديث غادي يدينا يعني للاعبين المغاربة، يعني عندهم دوب النصر المغربي، اللاعبين اللي كيمارسوا في الدوريات الأوروبية واللي كيتعرض عليهم أنهم يمدوا البلد الإقامة عوض البلد الأم ديالهم. خير مثال هو المشكل الأخير أو اختيار لامين يامال ابن المغرب من أب مغربي وأم غينية، فاختار أن تمشي للمنتخب الإسباني عكس يعني بعض اللاعبين ومنهم لاعبين فراري ريال مدريد اللي اختاروا تمثيل المنتخب الوطني المغربي. للحديث حول ذلك اكثر معنا اكيد المسير الرياضي وعنده وحدة الجانب كذلك كيفهم في القانون الرياضي الأبجدي ديال كرة القدم سي توفيق الله. سي توفيق نسعد أننا نلتقيكم مرة مرحبا سي سمير، مرحبا متابعين شوف تي في. أكيد. سي توفيق المشاهد الكريم طبيعة القانون ديال اللاعب الصغير كيفاش كيتم اختيار البلد اللي غادي يمثل يعني في سن صغيرة، وكيفاش يمكن لي أنه يتراجع على القرار ويمثل يعني المنتخب اللي غادي يبان ليه قلبهم. واكيد سي سمير هذا الموضوع هذا تطرقنا ليه دابا حاليا حول الضجه اللي وقعت يعني اللاعب يامال واختيار ديال المنتخب الاسباني لتمثيله كرويا بعد ما شفنا صور عديده وطمأن انه غادي يمثل المنتخب المغربي، لكن للاسف اختيار ديالو كان المنتخب الاسباني. يعني ماشي اول مره، هادشي عشناه قبل مع منير الحدادي في البارسا عاوتاني كان انه اختار المنتخب الاسباني. كنظن انه هاد المشكل هذا ولا كيتطرح مؤخرا سيرتو للوليدات الصغار اللي ولاو كيتكونوا فرق خارج ارض الوطن وكيكون الضغط عليهم كثير بالتبديل ديال البلد اللي هما كينتموا ليه اللي كيتكونوا فيه. اذا لاحظتي وانه السابقه اللي كانت انه تغيير الجنسيه الكرويه وكانت لصالح المنتخب المغربي ولا الدوله المغربيه وهو المولى الحدادي، الى انه كان لعب مع المنتخب الاسباني وكانت الجامعة أنها طلبات من الاتحاد الدولي تغيير الجنسية كان الرفض ديالها في 2016 وفي 2017، لكن الجامعة أنها استنفت على القرار ديال الاتحاد الدولي في المحكمة الرياضية، والحمد لله أول مرة اتحاد كيستانف هذه القرارات هذا وكيربح الدعوة، وتم يعني المناداة عليه من بعد باش يمثل المنتخب الوطني المغربي يعني بناء على عدة نقاط وبناء على عدة حجج. كما كتعرف انه الاتحاد الدولي ما بين الماده 5 والماده 8 فهو كيفسر لنا العديد النقاط التمثيليه ديال الجنسيات ديال اللاعبين. دابا حاليا مع الملاحظات الجديده اللي ولات ديال الاتحاد الدولي انه كيحط لنا بعض النقاط اللي ممكن ان اللاعب يغير الجنسيه، يعني يلعب مع منتخب ويقدر يغيرها منتخب. من بين هذه النقاط هذه فانه كيفرض على اللاعب اذا لعب في المنتخب الاول، يعني ما كنقولش ايفان 3 اي 19 ولا لي كاتيجوري اخرين، كندوي على المنتخب الاول لعب ليه ثلاثه المقابلات قبل ما يكمل 21 سنه، فبالتالي ما بقاش عنده الحق انه يغير الجنسيه. كاين كيجي من وراه شرط اخر وهو انه ما يكونش مثل هذاك البلد اللي لعب ليه اول مره ما يكونش مثلو شي منافسات رسميه، يعني كنتكلموا على كاس العالم ولا كنتكلموا على كاس اوروبا ولا كنتكلموا على كاس افريقيا. لكن كتجي النقطه الاخرى ما فيش اقصائيات، خاصها تكون كومبيتيسيون، يعني مشات اقصائيات جيتي كومبيتيسيون اوفيسيال يعني فيها حتى المقابله النهائيه. كيجي من بعد انه الى اللعاب في اقل من 21 سنه ومثل المنتخب وبغى يبدل خاصها تمر عندك فتره 3 سنوات، الى ما تمتش المناداه عليه فبالتالي عنده الحق يبدل الجنسيه والقانون كيخوي يبدل الجنسيه الكرويه مره واحده. وهذا هو البند اللي ركز عليه الاتحاد المغربي، وانه من بعد ما كانت الكونفوكاسيون ديال منير الحدادي ولعب غير 17 دقيقه في مقابله تكون مكمل 21 سنه فهو من وراها تقبر في المنتخب الاسباني ما بقاوش كيناديو عليه، يعني من تماك تم تجديد ولا تغيير الجنسيه ديال الكرويه وكان حمل المنتخب القميص ديال المنتخب المغربي. وقع يعني كما شفنا يعني كما كيعرف الجميع فهذا المشكل هذا فقط كثير من اللي كنشوفوه يعني بزاف فريق برشلونه عكس يعني الغريب ديالو التقليدي ريال مدريد اللي اللاعب اختيار اكيد هو المدرسه الاسبانيه ملي كتسرع التكوين ديال شي لاعب فهي اولا كتكون لاعبين اللي كتشوف لهم المستقبل الكروي على المدى البعيد، ماشي انها غادا تشدو غتعطيه فريق ديال فرقه اخرى. يعني بحال يمين يامال راه تكون
وعرفاته انه غيكون موهبه صاعده، فحاولت هي تانكادري قبل وتوجده قبل. راه ما تنساش انه دابا الجامعه الملكيه المغربيه راهي مشكوره ان عندها مستكشفين ومنقبين، يعني عارفين الوليدات اللي عندهم من 2015 بادين، عارفين غتكون عندهم مواهب، فهم كيحاولوا انهم يتواصلوا معاهم ويوجدوهم للجنسيه المغربيه وللحمل القميص ديال المنتخب المغربي. كما لاحظتي انه كنلقاو صعوبه كثيره اننا نقنعوا الوليدات اللي كيكونوا في البارسا. الوحيد دابا اللي استفدنا منه هو الزلزولي، وربما تشبثه بالاصول ديالو والوالدين ديالو رغم على برشلونه انه يكون جنسيه مغربيه كرويه، عكس فريق ريال مدريد. حنا استفدنا من اشرف حكيمي، يعني الموهبه الباهره في عالم كره القدم حاليا. كذلك دابا عندنا الخديم يوسف، هو اريال جوش اللي نادى عليه وليد الركراكي وانه تدرب مع المجموعه باش يعني الاج اللي صغير 18 عام باش تجي باش تريني مع المجموعه ويوجدك مستقبلا. كاين ديال اتلتيكو مدريد الريحاني اللي هو الان تنادى عليه باش يلعب في يعني في الفريق الاول رغم صغر السن ديالو. يعني كنظن انه حتى التكوين كيلعب دور كبير، هذا هو الاشكال. أكيد كفاح إنجاز المنتخب الوطني في قطر، ما كنشوفش أنه من بين العوامل اللي خلى أن العديد من المواهب الكروية في مختلف دول العالم فهي الآن بدأت يعني تختار المنتخب الوطني كما كنقولوا بعينها. أكيد هذه ورقة رابحة وغادي تستعملوها لسنوات قادمة، يعني أنك مول عندك واحد لافونتاج ملي كتمشي كذوك المنقبين المستكشفين ملي كيمشيو يدوا مع أن جوار اللي باقي أن طالون وباقي ما اختارش الجنسية. فأول حاجة كتقول ليه راه دومي فينال كوب دي موند، يعني هذه راه من بين العوامل اللي غتفتح بزاف مجال اللاعبين الآخرين، سيرتو أنهم كيمارسوا في الدول الأوروبية، وإلا جاو لعبوا المنتخب المغربي فهم ديجا كيشوفوهم بزاف في العالم في الدوريات، يعني غيتزادوا حتى في لا فالور ديال الجوار حتى هي غادي تزاد. هذا راه شيء ايجابي وخصنا نحافظوا عليه ويكون عامل من العوامل اننا عند شي دابا المنتخب ديال ايفان 3 ولا المنتخب ديال الكبار، راه تبارك الله عندنا واحد التمثيليه كبيره ديال اللاعبين اللي خارج ارض الوطن، عكس ما كان قبل انه كانت واحد 90% كامل من الفرق الوطنيه وكان قليل في كنلقاو محترفين. دابا لا، ولا عندنا محترفين اللي بزاف، ولا حتى الدور اللي ما غنشكروا يعني الوالدين ديال اللعابه راه هو كيكون عندهم دور كبير في اختيار الجنسيه المغربيه، وخير دليل هو الاستقبال ديال صاحب الجلاله الملك نصره الله للامهات ديال اللاعبين. فهذاك راه ميساج كبير كبير، يعني انه الامهات اكثريه انهم هم اللي كيعاونوا الوليدات انهم يرجعوا الاصول ديالهم، واخا انه زيد بلاد مهجر وكامل بلاد مهجر ومكون بلاد مهجر، الا هو انه الاصول ديالو والروابط ديالو كتبقى ديما تدعو انه يجي يزور المملكه المغربيه. في منتخب ايفان طروار وليد الركراكي يعني كما كنقولوا كيشوف عينيه من بعد التعلق بمنتخب ايفان طروار، ابراهيم صلاح، سيفاري، كذلك كنظن اللاعب ريتشارلسون يعني اللي عنده الجنسيه الامريكيه المغربيه مغربية فتم منادته. هو اذا اللاعب بالجميل هو ذكر هذه الأسماء هذو، إلى حتى أنه حتى في كوب دي موند 2022 كانوا أسماء شابة، وكان والد أنه ديكلار قبل أنه غيدي معاه واحد جوج الأسماء باش يولفوا على الكليمة ديال المنتخب على الأجواء ديال المنتخب. علاش؟ حيت هذوك هما اللي عندنا بروشينمون هما اللي غنلعبوا بهم، في ظل يعني ارتفاع واحد لاج ديال عدد اللاعبين في المنتخب المغربي، في ظل لي بليسيور اللي كاينين، يعني خصو يكون وجد ديجا التوليفه. هو عينه ديما على الايفنت 3، وخير دليل انه هاد اللعبه هادو 4 ولا 5 اللي تمت المناداه عليهم للمنتخب الكبار. اظن انه مشى حتى في الخطه ديال هشام فيك اللي كان دار قبل في كاس العالم، وانه بغى يدي وليدات، والان حنا كنلعبوا بهم منتخب ديال كره القدم داخل القاعه. يعني هذه هي لا فيزيون ديال المدرب الاحترافي، انه ما كيبقاش مقابل غير لو جروب اللي عنده، مي كيوجد من هنا لواحد عامين ولا 3 سنين غيكون عنده الخلف في لو جروب كامل اون جينيرال. شوف علاش دائما يعني فين ما كنشوفوا ان اللاعب المغربي كيختار بلد اخر فما كينجحش، كما كتشوفوا انه كيمثل البلاد ديالو، وسوف يعني الامثله كثيره، يعني شفنا ابراهيم الهلال، شفنا كذلك منير كاين بالعربي كاين حدادي يعني بزاف، يعني بعد ما انه كيمثلوا بلد اقامه فما كنلقاهمش من بعد انه كيتوهج. واكيد هو كتكون وكيكون توهج عندهم واحد الظرفيه، ولا ما صقلوش المواهب ديالهم وكان ذاك الضغط الجماهيري، ولا عاوتاني واحد كيحس باللاعب انه صافي راه وصل وباقي واحد لاج ديالو صغير، راه اش كيقول كنختار منتخب اللي كبير. سيرتو حنا قبل دابا غندوي على اسبانيا، كنا كنلعبوا منتخب اسبانيا هو الرائد عالميا، يعني اي لاعب كيلعب في الدوري الاسباني راه كيحلم انه تبقى عنده الجنسيه الاسبانيه ويلعب المنتخب الاسباني. كيقول انا لعبت في المنتخب الاسباني غادي تشهر مزيان، غادي نمشي كوب دي موند،
يعني النقد التلفزي كيكون كبير، عكس انني مشيت لعبت مع المغرب غنلعب في كاس امم افريقيا، راك عارف شنو الملاعب اللي كانوا قبال وابغى الافريقيه كيفاش كانت، يعني تبدل حتى الفكر ديال اللعابه. انا ما عارف انه الكوب دافريك ولا كيتنقل على مستوى عالمي، ولا انه لي جوار اللي كيتخدموا من الكوب دافريك كثار من انهم اللي كيكونوا واجدين في الدول الاوروبيه، ربما كيكون سوء اختيار ديال بعض اللاعبين، وحتى الوكلاء حتى هما كيلعبوا دور في هذه المساله هذه. ما كتشوفش يعني ان لا من زمان يمكن ان يوقع لهم في المسار ديال اللاعبين اللي ما استطاعوش انهم يكملوا المسار ديالهم في المنتخبات. وربما السن ديالو باقي صغير، ولكن عكس انه الموهبه ديالو كبيره، كنظن انه حتى حاليا باقي تغيير الجنسيه فهو مشروع وارد. نتمنى بعد يتوفق هو كرويا. الاب ديالو شنو التصريحات ديالو، يعني ما نساوش انه راه الاب ديالو كبر في هذيك الدوله، والدوله هي اللي احتضنته وعاوناته، يعني حتى لو كوتي سوسيال كيحاول يميل شويه، مي الاصول ديالو ما نساهمش. وخيرو دايرين ان شنو الفرحه ديالو في الستوري ديالو ملي كان الكوب دي موند، المغرب لعب كوب دي موند وتاهل دومي فينال، يعني راه باقي متشبت بالثوابت والاصول ديالو. كنتمناو انه يتوهج رياضيا، نتمنى له التوفيق، وما كرهناش ان تكون تغيير الجنسيه عن قريب باذن الله. ملاحظة أخرى، يعني شفنا أن لي كاتيجوري ديال المنتخبات الوطنية الآن ولينا كنشوفوا العديد من الأسماء أكيد اللي في المهجر، ما كناش كنشوفوا من المدارس الكروية في المغرب، يعني باستثناء أكاديمية محمد مثال، السادات. واكيد انت قلت دابا لازم ندوي على هذا التوهج، فهو راجع اوتوماتيك مول التكوين. التكوين عندنا مشكل كبير في التكوين. خير ديري انه التمثيليه ديال المنتخبات حتى الايفنت خو ولينا كنشوف في 91% انها ممثله بالمحترفين. الكوب الفريق ديال الكبار هو 90% عندك ثلاثه اللي ولا اربعه اللي كاينين في البطوله الاحترافيه. كاين ضعف ديال المستوى ديال البطوله الاحترافيه، كاين ضعف في التكوين. الى استثنينا لاكاديمي محمد السادس، سنين الفتح، الراجا، الوداد، الجيش، بركان، دابا غادا، يعني علاش دابا؟ هذا هو الطريق اللي نجاته، يعني الاداره التقنيه هو لي سونتر دو فورماسيون، عرفت انه الخلل كاين في التكوين، ما بقاش كتعتمد على التكوين ديال الفروع، واخا كاينين سيفونسيون ديال لا فورماسيون وما كنشوفوش يعني اللعابه اللي كيطلعوا لنا هاد الفالور الكبيره. يعني دارت انها كتنشا كل مدينه كبيره سونتر دو فورماسيون، خيرو داري ديال السعيديه، دابا ديال بني ملال اللي غادي يبدا في هاد السنه هذه، كازا اللي غيكون من هنا العامين ماكسيموم. يعني كاين لي سونتر دو فورماسيون هما اللي غيعاونونا باش نوجدوا هاد اللعابه. ولاش شي دابا تبارك الله اكاديمي محمد السادس شحال خرجت ديال اللعابه واللي احترفوا، انا ربما لي زاكاديمي لي سونتر فورماسيون اللي غيكونوا غادي نرجعوا التوهج ديال هاد اللاعبين، ونتمنى انهم يكونوا في البطوله الوطنيه عكس انهم يحترفوا في لاج اللي كانوا غيكون صغير. هذا قدر نشوفه يعني لاعب شبيه يعني الإمكانيات ديال لامين يامال يعني في البطولة. صراحة خو سمير، هو المشكل اللي عندنا هنايا هو تنقيب. باقي كنا في زمن قبل انه كنعولوا على الجمعيات ديال الاحياء كيعطيونا دي جوار وخير من يتعرى، كاين بزاف في البطوله الاحترافيه. دابا دوك عندنا ولو عندنا فضاءات رياضيه كبيره، ولا عندنا منشات كبيره، ولا الدراري كيلعبوا بزاف كوره، مي دوك المنقبين اللي غادي يلقاو وليد وغادي يعتنوا به وخصو يدي سونتر دو فورماسيون باش يكون تغذيه في محلها يكون في وقته. ما تنساش ديال مين يامال، علاش توهج في هذا لاج هذا؟ راه كان الظروف ديالو مواتيه في لا فورماسيون ديالو، السيد عنده تغذيه مزيانه، عنده النوم في الوقت ديالو، عنده الحصص التدريبيه في الوقت ديالو. دابا اللعب هنا مع 10 راسو صغير في الصباح والعشيه، الاكل راك شي دابا اللي جوور انت راك عارف كتلقى بعض المرات شي سناكات اللي يعني غير في احياء شعبيه، حتى التغذيه هي كتلعب دور. وربما خاص الفكر ديال اللاعب الاحترافي خصو يتغير باش نوصلوا للاعب المحترفين في المغرب. يعني شكرا على المعلومات مرحبا سي الكريمة، سامر، نتمنى نكون مرافقة ان شاء الله. إلى أن وصلنا النهاية ديال الدروس المباشرة على أن نلقى الدروس المباشرة، وشكرا.